عليكم ورحمة الله. إخواني حياكم الله، أتمنى أن تكونوا بخير وعافية، ومرحبا بكم معنا فيديو جديد إن شاء الله. إذا كنتوا مشتركين في قناة ديالنا فما عليكم إلا الضغط على زر الاشتراك أسفله، هو تشغيل الجرس باش توصلوا إن شاء الله بجميع الجديد ديال القناة ديالنا. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش الضغط على لايك. اليوم إن شاء الله غادي نتعرفوا على كيفاش يعني الطريقة ديال برمجة لي زانجيكتور ديال الديزل، يعني بخاخات الديزل كيفاش نبرمجوهم يعني في حاسوب الكمبيوتر، يعني في كالكولاتور موتور عن طريق جهاز دياغنوستيك. قبل ما نطرقوا يعني للطريقة، تنصح اخواني جميع يعني الميكانيكيين بالضبط، فاش يكون عندكم يعني بعض المشاكل يعني البخاخات الديزل لي زانجيكتور ديال الديزل، فمن الاحسن انكم تجربوا يعني تقوموا بواحد البرمجه ديال لي زانجيكتور، لان احيانا بعض المشاكل كتكون بسبب يعني ان الكالكولاتور الموتور كيفقد البرمجه ديال لي زانجيكتور. وكنتذكر ان كانت هناك بعض السيارات يعني السيتروين بيجو يعني جروب بي اس كان فيهم بعض مشاكل لي زانجيكتور، يعني لي زانجيكتور ديال الديزل، وكثير من الناس قاموا بتبديل لي زانجيكتور، وكان فقط يكفيهم انهم يقوموا ببرمجه لي زانجيكتور مجددا في كالكولاتور موتور، وكان المشكل يتحل. فالان ان شاء الله غادي تشوفوا معنا كيفاش غادي نقوموا ببرمجه لي زانجيكتور بدياغنوستيك. جهاز دياغنوستيك اللي غنستعمل في هذا الفيديو هذا هو واو يعني 5.008. اوكي، اولا اخواني نقوم يعني بازاله غطاء المحرك اللي هو هذا الغطاء اللي تيكون دائما في فوق، يعني بعض المحركات فيها بعض المحركات ما فيهاش، باش نقوموا بكتابه يعني الاكواد ديال لي زانجيكتور. يعني كل انجيكتور فيه واحد الكود، هذاك الكود خصنا نسجلو على يعني رقم يعني لي زانجيكتور رقم 1 بالكود ديالو، الانجيكتور رقم 2 بالكود ديالو، الانجيكتور رقم 3 الكود ديالو، الانجيكتور رقم 4 الكود ديالو، على حسب. الا كان عندكم فوسيس ف 6 ديال لي زانجيكتور. بالنسبه لكثير من الناس ما كيعرفوش يعني السيلندر الاول فين كيكون، فقاعده دائما السيلندر الاول تيكون بالجهه المعاكسه ديال البوات فيتاس. يعني مثلا في الحاله ديالنا عندنا البوات فيتاس جات اللور، يعني الموتور جا بالطول، يعني مركب في الطول. سيارات المرسيدس بي ام في تقريبا كلها تكون المحرك ديالها في الطول، ف السيلندر الاول ديالنا هو هذا يعني اللي في القدام، يعني دائما هي قاعده، يعني السيلندر واحد هو السيلندر الاول، يعني الجهه المعاكسه للبوات فيتاس. بعض السيارات كذلك فيها العكس، مثلا بيجو سيتروين السيلندر الاول كيكون في الجهه ديال البوات فيتاس، يعني الجهه البوات فيتاس كتبدا 1 2 3 4. اذا كان عندك فوسيس كتبدا 1 2 3، يعني من الجهه ديال الجهه المعاكسه للبوات فيتاس، وكتبدا تحسب 1 2 3 وتجي 4 5 6، 1 2 3 4 5 6. ما ديرش كما كيديروا كثير من الناس كيحسب 1 2 3 4 5 6، نو 1 2 3 4 5 6. الا كان عندك مثلا بوكسر، يعني بوكسر موتور، كتبدا 1 2 3 4، يعني هي قاعده كما قلنا اخوان، هي قاعده. فمجرد ما تكون عندك هذه القاعده في الراس دائما ما تلقاش مشكل يعني في نواه السيلندر واحد ولا في نواه السيلندر جوج. الا بعض السيارات الفرنسيه اللي هي السيارات الفرنسيه كتخالف هذه القاعده، فالمهم كله يعني الفيلوزوفي ديالو في الخدمه. الان غادي نقوم بازاله ان اخواني نقوم بازاله هذا الغطاء هذا كما كتشوفوا. وغنقوم اخواني بكتابه هذه الاكواد هذه كما كتشوفوا. هذا هو الكود، هو ار بي 36. الى شوف هكا، شوف السجل كما كنشوفوا اخواني، هذا هو الكود RP36869L62K7C8W7. فغنسجلوا هذا الكود، هذا غنسجلوه في سيلندر واحد، وهذا الكود هذا سيلندر رقم 2، والكود هذا سيلندر رقم 3 هذا، وهذا الكود هذا سيلندر رقم 4، يعني هو كود طويل. الان غادي نجيو للحاسوب ديالنا. وانا نجيو للسوفتوير ديالنا، هو
يقفلون من بعد غنجيو اختيار السيارة ديالنا مرسيدس مرسيدس بنز ديزل نقول له هنا تول يعني نجيو نختاروا السنة 2011 والموديل ديالنا هنايا جي ال كا 204 من بعد غا هنا تيكون تيقولنا نختاروا المحرك من المحرك اللي عندنا في السيارة فهاد السيارة ديالنا عندنا 220 سي دي بلو افيسينسي وغنجيو للدياغنوستيك ايدينتيفيكاسيون سيستيم هنا تيقولنا واش نورمال واش رابيد ولا انتروتي يعني سكان نقول حنا سكان نورمال هنا تيعطينا بين النوع المحرك اللي عندنا في السيارة او ام 651 ندخلو انا نقول له نو مبغيناش البوات فيتاس سويفون وغنتظرو الى حين ينتهي من السكان ولا ماشي من الضروري يعني ينتهي فقط فاش نشوفو ان قرا يعني كالكولاتور موتور هاد 651 916 سي ار دي 2 نقوم بلا غير نضغطو على اغيط كيما تشوفو معايا دابا كما شاهدوا دابا تيقرا يعني دياغنوستيك اون كور ديال كالكولاتور موتور اللي هو هذا او دابا قرا يمكننا هنا نضغطوا على اخيط ونجيو لكالكولاتور موتور هنايا موتور مازال ما توقف اوكي سي اوكي انا دابا غنجيو كالكولاتور موتور وغندخلو الفونكسيون هنايا غنقولو له هنا تيقولنا واش كوموند ولا كاليبراج هاد الكوموند الا بغينا نكومونديو يعني شي بحال مثلا او جي ال ولا البابيون ولا شي حاجه نجربوها الكترونيكيه واش كتخدم ولا لا وهنا غنجيو كاليبراج في الحاله ديالنا نقولو له اوكي سويفون هنايا كيمشيو بروغراماسيون ديال ديزانجيكتور لابرونتيساج يعني كثير من الاشياء اللي يمكننا نقومو بها حنا الان غادي نحتاجو بروغراماسيون ديال ليزانجيكتور يعني بخاخات الديزل هادي كتعني برمجة بخاخات الديزل اوكي وكما قلت لكم دائما نقراو هاد المعطيات هادي اللي تيعطينا يعني هادشي ما مكتوبش يعني غير هكاك هباء يعني هباء انا هكذاك وانما تفيدك يعني هنا مثلا تيقول كونتاكت ميت موتور اريتي طونسيون ديال لاباتري خص تكون 12 فولت في هذه الحاله ديالنا يعني نورمالمون ناقصه عندنا الباتري 11 فولت ولكن ماشي مشكل وهنا تيقولنا يعني شنو نقوم به نطول حتى نشوف شنو كاين هنا داكشي اللي شرحت لكم يعني ديال الكود هنا تيكون الكود ديال الانجكتور وهذا ولا في هذه الحاله يعني على حسب النوع ديال الانجكتور اللي كاين هو هذا الكود نقول له انستركسيون لي كومبري سويفون اوكي غنتظرو الى حين يدخل وكما شفنا هنايا تيعطينا لي زانجيكتور واحد لي زانجيكتور جوج ثلاثة اربعة يعني هادو هما لاكواد بحال تما كان عندك شي مشكل في لي زانجيكتور هنايا غتلقى تلقى اكس 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 ما تلقاش كود بحال هكذا انما تلقى اكس 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 يعني هذا يعني ان الكالكولاتور موتور فقد البرمجة ديال لي زانجيكتور غادي نجيو نضغطو على اوكي وهنا تيقولنا اختارو يعني يمكن لك تبرمج غير انجكتور واحد يمكن لك تبرمج جوج يمكن لك تبرمج ثلاثة يمكن لك تبرمج اربعة على حسب الاحتياجات ديالك تقد تكون بدلتي غير انجكتور واحد فما اضطرش انك تبدل يعني تبرمج لي زانجكتور كاملين وانما تبرمج غير انجكتور واحد هنا غاديو لانجكتور واحد نضغطو على اوكي اونتري لو كود ديال الانجكتور كما شفتو الكود ديالنا اللي قمنا بالتصوير ديالو في هذه الحالة ديالنا حنايا 7 9 سي 8 دبليو 7 كما شفنا حنا قمنا بادخال ديال الكود ديالنا وغنضغطوا على اوكي في هذه الحاله ديالي انا ما نضغطش على اوكي لانني ديجا يعني قمت بالبرمجه ديالهم ف
فاش تضغطوا على اوكي غادي يجي تختاروا عاوتاني الكالكول السيلاندر جوج وتقوموا بيدخلوا في حال ما كنتوا مضطرين الى برمجه يعني عده انجكتورات. هنا غنقول له انا انيولي باش ما محتاجش نسميتو ندير له اوكي. ولا بغيتوا تاكدوا من لي كود اللي دخلتو يعني واش الكالكولاتور الموتور احتفظ بهم ولا لا، غتجيو نفس الطريقه البروغراماسيون ديال الانجكتور وغتشوفوا وتقراو هنا لي كود. في هذه الحاله ديالي انايا ها هو الكود يعني منطابق لانني قمت يعني من قبل بادخالهم، يعني الكود اللي هنا منطابق لي كود ديالي هما هادو 1 2 3 سيلندر 1 سيلندر 2 سيلندر 3 سيلندر 4 يعني هما باين. ومن بعد فاش تنتهي دير اباندون ولا اكزيت ولا المهم على حسب، وهكذا نكونوا انتهينا من برمجه لي زانجكتور ديالنا. اخواني هكذا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى نكون ان شاء الله يعني احسنت في الشرح ديال الطريقه ديال برمجه لي زانجكتور. نتمنى تكونوا استفدتوا، وما تنساوش الى عجبكم الفيديو الضغط على لايك والاشتراك في القناه وتشغيل الجرس باش توصلوا ان شاء الله بجميع يعني لي فيديو ديالنا. واذا كانت عندكم اسئله او اقتراحات فما عليكم الا كتابتها اسفل التعليقات. والى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.